ليكي اراء مختلفه عنهم؟ يعني هم معروفين ان هم ستريكت جدا، الكلام اللي بيقولوه بيبقى متفق عليه، انت هتغني اغنيه كذا وكذا وكذا، لو افترض في اغنيه مش عاجباكي. لا هو ده فعلا الوضع اللي كان دايما حاصل، يعني كان دايما عندي راي مخالف بس ما بيمشيش بصراحه. بس هو بالظبط زي ما انت قلت في اختيارات الاغاني يعني. بس هو البرنامج ليه بوليسي او بيحط بلان لكل الناس الموجودين، بيبقى عايز يديكي ايدنتيتي مختلفه عن الايدنتيتي بتاعت كل واحد بالظبط. فهم كانوا بيفرضوا عليكي نوعيه الاغاني اللي تغنيها، او اغاني معينه، او اغاني فنان معين. فانا بصراحه ما كنتش دايما بحب الاغاني اللي باخدها اغنيها، بس كنت بحب إيه اغلبها ايه؟ كنت دايما باخد اغاني هايفه، انا بحب هايفه جدا. بس يعني كنت يعني ما كنتش عايزه حد يشبهني بحد. فالنتيجه كان ان الكل بيشبهني بهايفه بسبب ان انا كنت بغني اغانيها، لكن يعني الناس عارفين ان انا مش انا اللي بختار الاغاني، فده مع احترامي ليها وانا بحبها بجد يعني. بس انا كنت ببقى عايزه اعمل تنوع، اغني لناس ثانيه. فبس كنت بحاول اخد كل حاجه باخدها اطلع منها الحاجه الحلوه اللي فيها واديها روحي انا. تمام.